هل انت بتحس انه عادل امام لديه عين ثاقبه؟ اعتقد هل هي فراسه؟ فهمني برضو، عايز اعرف. يعني انا لما اقول فلان، لانه سيده انعام محمد علي انا اشهد لها انها تملك فراسه غير معقوله في اختيار الشخصيات. لا، وعادل امام عادل امام بيبقى فاهم امكانيه كل واحد قدامه قد ايه، واكيد شافك. وعادل امام شافني ومتابع جيد. طب مين كان ينفع السفير الاسرائيلي؟ خلينا يعني اقول لك، يعني مين كان ينفع السفير الاسرائيلي؟ ديفيد كوهين. ايوه. عرفتو سيد السفير. خليه يتفضل. استنوا بقى لما اشوف النيله اللي انا فيها دي. مصيبة واتحطت فوق دماغي بقى. أنا جاي من آخر الدنيا علشان أقعد في شقتي واستريح، ألاقي دول جنبي ولازق فيا، أنا ناقص؟ ما تلقى في دول جات لهم مصيبة تاخدهم ولا داهية تحرقهم بجاز، والباب في الباب والبلكونة في البلكون، حاجزة بيها. مش حاطك معايا برضه؟ مالك بس يا شريف بيه؟ إيه حكاية شريف بيه دي؟ الناس كلها عارفين النهاردة ليه؟ إيه ده بس يا أستاذ شريف؟ أنا عارف إن المفاجأة جامدة عليك، لكن احسبها بالعقل وبهدوء. فيها إيه؟ ناس ساكنة جنبك. ناس إيه؟ دول اسرائيليين. اسرائيليين؟ انت ايه؟ وهنا مقر السفاره الاسرائيلي. ما انا عرفت. ما عشان كده الناس كلها سابت الاماره وهجت، كله خد له فستان وطار. لما انت سيادتك ما سيبتش الاماره ليه؟ اسيبها واروح فين؟ انا مش ممكن اسيبها. طب بص بقى، بما انك انت الجار الوحيد اللي ما سابش الاماره، احنا نبقى ستر وغطا على بعض. احنا لا سلام ولا كلام مع العالم دول. صباح الخير يا باري، انت في حالك وانا في حالي. وما في صباح الخير كمان. لما احنا ما تعرفناش اسم الكريم ايه؟ ديفيد كوهين، السفير الإسرائيلي.